حضرات السيدات والسادة، تواصل المملكة المغربية جهودها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي جعل من قضايا المرأة المغربية وضمان حقوقها أولوية كبرى، حيث ما فتئ جلالته يؤكد على تعزيز مكانة المرأة وإدماجها في مسلسل التنمية المستدامة وإشراكها في صنع القرار، وهو ما تضمنه الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لـ 30 يوليوز 2022، حيث أكد جلالته على أهمية تواجد النساء في كافة المجالات، حيث قال: إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. ويضيف جلالته: ولذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات. انتهى مقتطف الخطاب الملكي الثاني. وفي هذا الإطار تعمل الحكومة المغربية على تنزيل التوجيهات الملكية الثانية بما فيها تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين النساء من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة الذي كرس في الفصل 19 المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يرمي إلى تعزيز وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، حيث قامت الحكومة المغربية بعدة إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، فضلاً عن جملة من الإصلاحات المالية والميزاناتية لإدماج النوع في أو مقاربة النوع في السياسات العمومية والبرامج الحكومية. حضرات السيدات والسادة، أبانت المملكة المغربية على مجهوداتها الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إطلاق أوراش استراتيجية ترمي إلى توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال دعم الاقتصاد والاستثمار في الرأسمال البشري. هي الأوراش التي تعد المرأة من أهم المنخرطين فيها والمستفيدين منها. من المعلوم أن التزام مختلف الفاعلين الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات وتعزيز الآليات المالية وتثمين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني أيضاً سيساهم في تفعيل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي تعتبر خارطة طريق للنهوض بوضعية المرأة وضمان مشاركتها في مختلف المجالات وصيانة حقوقها وتعزيز قدراتها الاقتصادية. حضرات السيدات والسادة، تشكل الميزانية المستجيبة للنوع آلية تستلزم الأخذ بعين الاعتبار منظور النوع الاجتماعي عند صياغة السياسات العمومية وعند رصد المخططات المالية من قبل القطاعات الحكومية بشكل يضمن فعالية النفقات العمومية القائمة على أساس النوع الاجتماعي وأداة لتحقيق العدالة في المالية العمومية، كما تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والرجال وتلبية توقعات أفراد المجتمع برمته. وتعتبر الميزانية المستجيبة للنوع من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية، حيث تعد تجربة المغرب في مجال جندرة الميزانية تجربة رائدة على الصعيد الدولي، بحيث يعتبر هذا الورش الوطني الذي تم إطلاقه في 2002 نتجت عنه مجموعة من الآليات والدلائل المرجعية التي تروم مواكبة القطاعات الحكومية إلى إدماج النوع على مستوى الميزانيات القطاعية. وابتداء من سنة 2005 تم إعداد تقرير خاص بالنوع الاجتماعي يرافق تقديم الميزانية، حيث أصبح يشكل آلية لتقييم السياسات العمومية على ضوء الحاجيات المتباينة للسكان المستهدفين، وبذلك تكريس منهجية مبنية على تحليل السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان. وتعتبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من القطاعات الحكومية الأولى التي انخرطت في هذا المسار، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بتنسيق السياسات العمومية والبرامج القطاعية في مجال المساواة،
كما أن اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع تعتبر مرحلة متقدمة في مسار الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالنساء عند إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية عبر توزيع أحسن الموارد المالية بصفة عادلة لحاجيات الجميع. إن تنزيل ورش الميزانية المستجيبة للنوع يقتضي تعزيز آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونحن على وعي تام بأن نجاحنا في تعبئة القطاع الخاص كشريك أساسي وفعال في عملية التخطيط وتنزيل السياسات العمومية والبرامج سيمكن لا محالة من تحقيق المساواة بين الجنسين وتلبية احتياجات المواطنات والمواطنين والوصول العادل والمنصف إلى مختلف الموارد المالية. حضرات سيدات والسادة، يعتبر إصدار القانون التنظيمي لقانون المالية 133 من أهم الإصلاحات التشريعية في مجال إدماج النوع في التخطيط والبرمجة الميزانية، حيث تنص المادة 39 من هذا القانون على إدماج بعد النوع خلال برمجة ميزانيات مختلف الوزارات، وكذلك خلال مراحل التتبع والتقييم. ولتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، تم إنشاء مركز الامتياز Centre d'Excellence الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية في مواكبة تدريجية للقطاعات الوزارية من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون، بما في ذلك إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برمجة ميزانية القطاعات الوزارية ومؤسسات العمومية. حضرات سيدات والسادة، لقد توجهت هذه الإصلاحات بوضع إطار مؤسساتي جديد للمساواة بين الجنسين عبر إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 2022 التي تمت المصادقة عليه في مجلس حكومة 9 يونيو 2022 برئاسة السيد رئيس الحكومة، والذي يعتبر مكسبا حقيقيا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين، كما ستشكل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة آلية لضمان التقائية الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة وتدعيم المقترحات لتسريع تفعيل المساواة بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني، ممثلي المجتمع المدني وممثلي المجالس المنتخبة سواء مجالس الجهات أو مجالس الأقاليم أو مجالس العملات الذين هم مكون أساسي للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وترجمة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزامات المغرب الدولية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في أفق 2030 ضمن ضمانة لأهداف التنمية المستدامة ورؤية نموذج تنموي جديد في أفق 2035، عملت الحكومة على إخراج الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035 بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 والتي تم الإعلان عليها في 17 مارس 2023 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة ضمن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهناك مرحلة ثانية هي في أفق 2030 لتماشي مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس للمساواة، وأفق 2035 طبعا تم إدراج المناصفة والسعي نحو المناصفة طبقا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد. وقد عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الأخرى والشركاء الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء على بلورة البرنامج الأول للخطة الحكومية الثالثة للمساواة المتعلق بالتمكين الاقتصادي والتدابير المالية المرقمة لكل القطاعات لفترة 2023-2026 وكذا بدعم منظمة الأمم المتحدة للمرأة، بحيث تم حاليا تحديد البرنامج المدقق وكما قلت المرقم لكل القطاعات الحكومية التي يتضمن الميزانية ما بين 2023-2024 و2026 لكل القطاعات من أجل تحديد مؤشرات محددة للتمكين الاقتصادي للنساء. وهذا جزء أو البرنامج الأول كما قلت من الخطة
الحكومية الثالثة للمساواة التي هي أيضا في طور الإنهاء، بحيث نشتغل حاليا على البرنامج الثاني الذي يخص الحماية والرفاه بالنسبة للنساء، والبرنامج الثالث الذي يخص القيم أو ما أولا الملائمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ومقتضيات الدستور. يعني المحور الثالث هو حول الحقوق ومنظومة القيم. حضرات السيدات والسادة، وعيا منا بأهمية تنزيل ترابي لمختلف السياسات العمومية والبرامج، بادرت وزارة التضامن الإجتماعي الاجتماعي والأسرة على إعداد استراتيجية جديدة وهي جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة، والتي تتوخى بلورة تدخلات جديدة للقطب الاجتماعي تعتمد على الرقمنة والانتقائية والاستدامة وتوفير الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي الاجتماعي والأسرة برنامج جسر للتمكين والريادة بشراكة مع الجهات والولايات والأقاليم، والذي يعد لبنة أساسية أيضا في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة كمساهمة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في البرنامج الاقتصادي لتمكين النساء.